يا المشروع ده اسمع مني وجده ممتاز كيف الله يوفقه. بعدها يمكن شهر اللي يكلمني قال لي نايف انت تعرف انه انت باقي الفكره لا زالت في يعني ذهنك؟ قلت له ايه؟ قلت له ليش؟ ايش اللي جابها انت في ذهنك اصلا؟ قال لي اشرح لي عنها. شرحت له قال لي طلبوا مني ارامكو الخدمه هذه المشروع عندي انا جايبه ارامكو.